خوشي السلام عليكم. هذه حفيله مقلوبه ديال الازق مقلوبه حدا المدرسه ديال النويفات في القلعه ديال التمسنا، ولكن السبب بان لي انا راجع لان تيكون الطوبيس عامر بزاف لا صار فهمتيني، يعني يعني مزيد من الحيطه او الحذر، والله اعلم يعني كيفاش. يعني انا قلت بان كيكون ديجا حنا كنشوفوا بان كيكون عامر كار بزاف، والسبب الله اعلم. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان باش نوريكم كيفاش كانت تقلق الطلعه ديال تمسنا. انا غادي نعاود نجيكم من الجهه الاخرى مباشره من نويفات حدا المدرسه ديال مدرسه نويفات. هذه الاسباب تتبقى الطريق الملكي راه كاينين مع السائق ها هما. يعني السبب راجع واش كيفاش. المهم الدرك الملكي راه موجودين في عين المكان، وتحيه لهم ونتمنوا التوفيق. ومن هنا الرساله توصل بعدا للناس، الرساله توصل للناس ديال الزا، يعني باش يحاولوا انهم يبقاوش يكونوا يعمروش الكار بزاف. حافله ما تكونش عامره بزاف، حنا كنشوفوا حافله عامره بزاف بزاف، وكنسكتوا وما كنقدروش نصوروا كنحشموا. ولكن علاش الكار سميتو يعني الطاكسي هز ربعه البلايص عنده 75% والكار يعمر، زعما الحافله تعمر حشومه عيب وعار. الله يهديهم. ومن هنا كنقول لكم انتم شفتوا حتى لكم امر الواقع، وباش نزيد نبين لكم اكثر ها هي المدرسه ديال النويفات. هو جانب المدرسه ديال النويفات، المدرسه ديال النويفات راه كتعرفوا هنا كيخرجوا الوليدات هنا كيخرجوا الوليدات ديال المدرسه. الله يحفظ السلامه وصافي. المهم الكار تقلب حافله الطوبيس ترونسبور، حافله ديال النقل تقلبات هنا حدا المدرسه ديال واد الكم. والسلام عليكم.